وليسمح لي معالي الشيخ فواز رئيس هيئة شؤون الإعلام لأقول له أن الإعلام الرسمي ضعيف جدا ولا يصل إلى الخارج، إلى الناس المهتمين. سألني أكثر من شخص ولا يعرف إطلاقا إذا كانت في عملية إصلاح سياسي. وبعدين لما قلت عندنا جمعيات سياسية وبل أنها تقبض من الدولة مخصصات شهرية استغرب، قال لي أنا ما ممكن أصدق. طيب، هل ما زال الإعلام الرسمي في البحرين ضعيفا؟ لا حد ما. نعم أم لا؟ ما في. نعم. أوكي. هل يقدم الصورة الذهنية التي تقدم عنا في المشرق الآسيوي؟ نعم أم لا؟ من اللي يقدم؟ الإعلام الرسمي البحريني. يقدم. هل يقدم الصورة عنا يعني؟ صحيحة عنا. أي هل هو مصدر مهم؟ لا. طيب، هل ترى أن الإعلام الخليجي قادر حاليا على إدارة الأزمات وإظهار الوجه الحقيقي؟ نعم. فعلا؟ طيب أوكي، هناك نبرر. طيب، لن أؤلف أي شيء في الفترة المقبلة لأنني محبط. نعم أم لا؟ لا. ستؤلف يعني؟ نعم. يعني إن شاء الله ما في إحباط أجل.